يا احمد، انت قول لي، حفظ وتلاوة القرآن الكريم بالنسبة لك هو كانت اكيد بتشكل طبعا مش ده هو سبب نجاحنا كلنا وسبب سعادتنا. القرآن ما بنعملوش زي اكنه مادة اللي عليها امتحان اخش اقفل ولا اجيب درجة نهائية. لا، هو قرآن يعني اهم حاجة. يعني انا كنت ببدأ يومي اصلا بعد صلاة الفجر بالقرآن، بيشرح صدورنا، بيدخل الطمأنينة جوه قلوبنا، بييسر لك حفظ المواد بعد كده. فهو القرآن ما تعملش معاه كأنه مادة عادية ولا مادة عشان اجيب الفول مارك فيها. لا ابدا، هو ده حاجة اساسية في حياة هو كل النهج مسلم، اللي احنا ماشيين عليه. ده حاجة اساسية في حياة كل مسلم، وبالذات ده هو سبب يعتبر سبب توفيق وكرم ربنا. يعني الحمد انك تخش لله. عشان تقفل او مادة او تعامله كأنه مادة، لا هو يعتبر حياة، ده دستور حياة مش نعم. مادة طيب ولا حاجة. خلينا ناخد المكالمة دي. معانا أستاذ محمد عبد السميع خال أحمد، أهلا بيك وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، اهلا بحضرتك ومتشكرين جدا على الاستضافة الجميلة لأحمد اللي هو فعلا شرفنا ورفع براسنا. ويا فندم معلش انا هطول حضرتك نص دقيقه بالظبط. اتفضل. احمد له ظروف خاصه كتيره جدا، لو طالب غيره ما كانش هيوصل للمرحله دي. نعم. مبدئيا رقم واحد مرض والدته، اكتر من اه 7 سنين بتعاني من الكانسر، ربنا وعمليات في يشفيها. الثلاث سنين الاخرى دول اكتر من 3 4 عمليات جراحيه خضعت ليه. وكان احمد ما كانش كل ده بيأثر فيه تماما، بل بالعكس كان بر بوالدته واقف جنبيها ومع كل تعبها ده لاخر ما لحظه. شاء الله. موقف تاني يا فندم صعب جدا، قبل امتحانات احمد بفتره وجيزه الشقه غرقت كلها يا فندم، معايا يا فندم؟ اه مع حضرتك سامعاك. الشقه غرقت منها كتب احمد كامله بمذكراته اللي قضاها كلها وكتبه وحاجته كلها. بقت والدته برغم مرضها ووالده المدرس بقى يجروا على المدرسين والطلبه عشان يلموا الكتب لاحمد. يا نهار احمد ابيض، طب حد هو ازاي ما يحكي لناش على كل الحاجات دي؟ انت ازاي ما بتقولتش كل المعلومات دي؟ يا فندم بكلم حضرتك بمصداقيه والله، اه احمد حد مجتهد جدا. انا كنت ما لظروف شاء تعب الله. اختي كنت انا اللي بجري معاها، فكنت دايما باستمرار عندهم في البيت، هم قاعدين في العاشر وانا في القاهره، فبقيت نعم. اروح لهم الاقي احمد رغم اهتمامه ومذاكرته الاقي بر بوالدته، علاجها بميعاد، قاعد جنبي. نعم انت عارفه حضرتك ما شاء مرض الله. الكانسر والكيماوي اللي بتاخده باستمرار، صحيح. فكانت بتقعد في فتره كبيره بالاربع خمس ايام في الغرفه، وهو بره بيذاكر ما بين وين والدته وما بين نعم. مذاكرته. حد انا اتمنى ان كل اولادنا وكل يعني الشباب اللي زيه صحيح. يتعلم من احمد، لان والله انا اولادي 3 صبيان اتمنى واحد منهم يبقى زي احمد في اخلاصه واجتهاده ودراسته. انا بكلمك بمصداقيه والله، انا صحيح سعيد جدا لما بشوف النموذج زي احمد.